فقرتنا الغذائية اليوم عن فوائد الحمضيات، وقررنا طبعا قبل أن نتحدث عن فوائدها أن نخوض تحدي بعد أن شاهدنا إحنا تحت الهواء فيديو عن طريقة غريبة وسهلة في تقطيعه. رح نشوف الفيديو قبل ما نبدأ بالتحدي، ولكن لكننا وصلنا على مكان التحدي، مكان الحرب. رح نشوف هذا الفيديو القصير ونرجع. طيب شفنا طريقة تقطيع الليمون، الآن طبعا احنا رح نحاول في سطور. هذا مش سكين. انا لما رحت السوبر ماركت عطوني هالسكين عشان لازم نضمك للتنظيمات الإرهابية. اوكي يلا 1 2 3 يلا. طيب لا ما بتفتحي هيك. لا هي ما بتفتح هيك اساسا. لا تجاوبي الجاليري على الهواء. طيب. لا التحدي بينه وبينك بس رح تجولنا ثيابنا يا عمي. عادي خلص انتهى، يعني كل الملابس اليوم لللوندري. اوكي طيب حاولوا تتعلموا الطريقه الصحيحه، مع العلم انه عمري ما دخلت مطبخ، والدليل ان اضطريت اشتري السكينه لتحدي اليوم. اوكي وين هنا؟ ها ترى انا بعرف قص، ما بعرف افتح هيك. انت مين علمك عليك يعني؟ لحظه بس لحظه، كيف شو عملتي في الليمون؟ يا اوكي اخر محاوله اخيره، احنا شريحه الليمون هلا على ايه، محاوله اخيره عشان قولينا يعني تحاول. يعني انت ليش تنزلي للاخير للنص؟ للنص يا قولينا، لازم اجي لعندك امبارح تعلميني تدريب في البيت. لكل يعني هالتحدي انا الحق على الليمونات صراحه، لكل من شكك بقدراتي في المطبخ. طب ما انت ستبي مزوجه خصوصي. انا عزبه وما بطبخ بحيتم، مش فيك على المطبخ. خبروني انه في جوائز اليوم، ايش بربح؟ مايكروويف. طيب خلونا نروح فاصل سريع بعدين نعود نتحدث عن، وطبعا نغسل ايدينا، نتحدث عن فوائد الحمضيات. لا من بعيد شكرا.